بسم الله الرحمن الرحيم. كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظن بات اضحى اصبح انسى وصار ليس زال بيع فتلا وان فكوا هذه الاربعه لشبه نفي نوي نفي مدفع ومثل كان دام مسبوقا بما كاعطنا لم تم مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استعمل وفي جميعها توسط الخبر عجز وكل سبقه دام حضر فذاك سبق خبر من نافيه فجي بها متلوه نتاليه ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما درى من يرتضي ولا سواه ناقص والنقص في فتيء ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى او حرف جر وضمر الشان اسما المهم وقع مهم ما استبان انه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من تقدم ويحلفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ما اشتهر وبعد ان تعرض ما عن هرطك كمثل اما انت بر فاختلف وان مضايع عندي كان مدسم تحلف نونه وهو حلف مبتسم شهرا. قال رحمه الله تربع كان المبتدا حال كونه اسما والخبر تنصبه هذا شعور منه في نواسخ الابتداء وهي ثلاث فئات ما يرفع الاسم وينصب الخبر وما ينصب الاسم ويرفع الخبر وما ينصب الاسم والخبر جميعا. بدا بالاول قال كان ترفع المبتدا حال كونه اسما لها والخبر تنصبه فتقول زيد عالم تقول كان زيد عالما تقول صار الغلام شيخا صار العنب سبيبا قال والخبر كان سيارة مثل ذلك مثل كان لذلك مثل ما فيه 12 فعلا وهي كما يلي كان وبات واصبح واضحى وظل وامسى وصار وليس هذه 8 افعال يضاف اليها 5 اخرى وهي ما زال وما بريح وما فتي ومن بكى وما دام فالجمله 13 فعلا ويضاف اليها افعال اخرى معناها معنى صار وهي 10. قال ترفع كان المستسلم وخلاص فكان سيد عمر تقول كان عمر سيدا كان فعل ماض وعمر اسمها مرفوع وسيد خبرها منصوب ترفع المبتدا تشبيها له بفاعل وتنصب الخبر تشبيها له بمفعول ماشي. قال كان ولد بات اضحى اصبح انسى وصار ليس وهذه الاربعه هذه شبه نبي الاربعه وهي ما زال وما بريح وما فتى وما بكى لا تعمل الا مسبوقه بنبي او شبهه والنبي واضح وشبه النهي والدعاء النهي لا تزل لا كالموت الدعاء ولا زال منهلا بدرعائك القطر ولا زال منهلا هذا دعاء يدعو لأرض محبوبته أن يدوم عليه المطر لا يقال زال زيد محبا لك من فك زيد محبا لك لا يقال يقال من فك يقال ما زال زيد محبا لك ولا يزالون مختلفين ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أنا قوله وهي الأربعة لشبه نفي أو نفي مدفع واضح؟ ومثل كان دام كذلك دام ترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن تتقدم أعمال مصدرية ظرفية نحو ووصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا تاء اسم ما دام مبني على الظن في وضع رفع وحيا خبرها منصوب إذا دام لا تعمل هذا العمل لا سبقت بمال مصدرية ظرفية سميت مصدرية لأنها تؤول مع مدخولها المصدر وظرفية لأنها تدل على التوقيت نعم. قال وغير ماض مثله قد عمل أوردها كلها في صيغة الماضي كان وصار وليس وما بريح قال غير ماض يعمل عمله كان تعمل حتى لو كان فعلها مضايعا وصار إذا استعمل منها غير الماضي يعمل عملها تقول يكون الجو حارا في الصيف يكون عمل المضارع منها تقول كونوا حجارة قال سبحانه وتعالى كونوا حجارة أو حديدة فعل أمر كونوا فعل أمر نبي على أحد النون والواو اسم كان نبذل في موضع رفع وحجارة خبرها منصوب كونوا ربانيين قال الشاعر وما كل ميت بشاشة كائنا أخاك كائن اسم فاعل وأخاك خبره منصوب واسمه ضمير مستقدره كائن هو قال رحمه الله رحم الله وياه وغير الماضي منه قد عمل يعمل غير الماضي منها ان كان غير الماضي منه استعمل اذا كان غير الماضي ياتي منها ليس لا ياتي منها غير الماضي ما زال وما بيح وما فتي وما مكة لا ياتي منها المصدر ولا ياتي منها الامر ياتي منها اسم الفاعل والماضي والمضارع ولا ياتي منها المصدر ولا ياتي منها المصدر ولا الامر وياتي منها اسم الفاعل اسم الفاعل قضى الله يا اسماء هل لست
لست صائرا، ألست زائلا، أحبك حتى يغلظ الجبن مغلظ، ألست زائلا، جاء اسم الفاعل من زال، أنا غير إن كان غير الماضي من استعمل. أقول مثلنا كذلك من عمل كان عمل مصر كان، قال ببذل وحلم سابق لقومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، كونك كون مصر كان، والكاف اسمها بإضافة المصدر إلى مرفوعه، وإياه خبرها مبني في وضع نصب، أما قوله إن كان غير الماضي من استعمل. قال رحمه الله: وفي جميع أنها توصف الخبر أجز، قلنا كان وأخواتها ترفع الاسم تشبيها له بالفاعل، وتصل الخبر تشبيها له بالمفعول، المفعول يتقدم على الفاعل، تستطيع أن تقول شرب الماء زيد، كذلك يتقدم خبرها على اسمها، وكان حق على نصر المؤمنين، فليس سواء عالم وجهول، ليس الذر أن تولوا وجوهك، فأنا قولي إن وفي جميعها توصف الخبر أجز، وكل سبقه ذا محضر، قوله وكل سبقه كل نحاتي منعوا تقدم خبر ما دان عليها، معنى هذا أن خبر غيرها يتقدم عليها، تستطيع أن تقول كان زيد عالما، وتستطيع أن تقول عالما كان زيد، واضح؟ أما ما دام لا أصحابك ما دام زيد صاحبك، لا يسوغ أن تقول لا أصحابك صاحبك ما دام زيد، لا يجوز هذا، واضح؟ أنا أقول في جميعها وكل سبقه دام حضر. وقال بعضهم: إذا تقدم الخبر على دام وحده ولم يتقدم على ما جاز، فتقول لا أصحابك ما صاحبك لا ما زيد الأرض. أنا أقول لي: وفي جميعها توصل خبر أجز، وكل سبقه دام حضر، كذلك سبق خبر ما نافية، كذلك لا يتقدم الخبر على ما النافية، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول ما كان زيد عالما، ولازم تقول عالما ما كان زيدا، وإذا كان النافي غير ما يجوز، تستطيع أن تقول لم يكن زيد عالما، وتستطيع أن تقول عالما لم يكن زيد، لأن النافية غير ما. قال: نجد بها مثلوة لا تالية. كذلك مما يثار في هذا الموضوع تقدم خبر ليس، خبر ليس يتقدم على اسمها، لا حرج بذلك، تقول ليس عالما زيد كما تقول ليس زيد عالما، لكن لازم تقول عالما ليس زيد. ورأى سيبويه رحمه الله تعالى أن ذلك يجوز، واستدل المجيزون بقول الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قالوا يوم يأتيهم معمول مصروفا، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، قدمت التابعة لي قدمني أنا بالأولى، يوم يأتيهم معمول لمصروفا، ومصروفا خبر، تقدم معمول الخبر على الأداة ليستخدموا الأداة، وقالوا إن هذا لا دليل فيه، لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمزول لا ما لا يتوسعون في غيره. أنا أقوله: ومنع سوق خدوان ليس صوفي، وذو تمام ما درد أن يكتب في تقدمه.